بالك عندك شي وليدات؟ لا درك ما عنديش انا ساكن ماشي هنا ساكن في البوس. يلا هاك الله يستر لك. هذا هو غيبان لكم هنا هزت الميكا زرقاء. سبحان الله تلاقيت مع غير بارازار. وقف حدايا حدايا غير بارازار سبحان الله العظيم. قال لي راه كنتفرج فيك وداك الشيء عاونيني وسبحان الله الميكا اللي بقى باش نمشي نتقدى وداك الشيء حتى سبحان الله قال لي ما انا محتاج وداك الشيء. وشوفوا سبحان الله الميكا عندي يعني ديالو سبحان الله العظيم كتب لي سبحان الله. ايوا هادشي اللي كاين فتيات اش غنديروا عجيب ياه. سبحان الله زعما ديتك فول. دابا غادي نمشيو باش نتقداو التقضيه اللي خاصه. عرفتي هاد الراجل بقى يبين عيني وحق الله العظيم. كان غادي بالموتور وقف حدايا في السطوب. ايوا هادشي اللي كاين البنات هادشي اللي بغينا يعني الحمد لله الناس باش كيعرفوا كيعرفوا بحاجه الخير راه شي حاجه اللي زوينه وشرف ليا والله العظيم. دابا غنمشيو نتقداو ان شاء الله. ديجا وصيت مول الهري قلت لي وجد لي داكشي باش بلا ما نبقاو نتسناو هذا نلقاو داكشي واجد ان شاء الله. يلا عيط لي دابا قال لي داكشي واجد. المهم فتيات وصلنا عند الهري الحمد لله. بعدا فكره زوينه دي طيح لي الزوج كريم قال لي يقول لي وجد لينا داكشي قبل مزيانه الصراحه بسم الله. المهم فتيات هما الدراري غايجيبوا لنا داكشي داكشي واجد كلشي ملمط في الميكات. ها يو كان بوش ان هير باقي لنا غير السكر حتى هو اللي باقي لينا صافي كلشي واداك يا الو الو السلام عليكم. سلام اختي كي دايره لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله اختي الله يبارك. انا اللي كنت دويت معاك البارح قلت لك غنجي عندك اليوم. اه قلت انا اللي دويت معاك البارح قلت لك غنجيب لك التقضيه. الله يجازيك بخير راه انا دابا في طريقي لليساس فغي قولي لي فين بالضبط باش نعرف نسول الناس. انتي انا باش ما تغلطي ما والو انا غتلقيني واقف حدا المقاطعه. والله ما كنعرفها فين جات اجي نقول لك واحد الحاجه واش حدا البلاصه فين كاين واحد التيران ديال الكره ولا شي حاجه بحال هكا ياك؟ واش حداه؟ ومن الاحسن تيران لانني ما كنعرفش تما صافي؟ واخا شوفي شوفي نسولك شوفي عندك شي عندك شي وليدات صغار؟ عندي وليد صغير وعندي جوج كبار. عندي وحده دريه ودري خر. شحال عنده الدري صغير؟ عنده طالع 3 سنين. وخاصك ليكوش ليه؟ عندي ليكوش بالسيدي ما نقدرش انا نديرو ورا عندي ليكوش الا بغيتيهم. واخا الله يجازيك بخير صافي نكتب نقول لك لا راه تنديرو تندير غير ملي الله يرحمك. وشحال كاين اشمن رقم؟ واحد السيده مسكينه كتسنى فيا عندها 5 ديال 6 ديال اليتامى ما عندهاش الراجل مسكينه. بالنسبه لواحد النقطه الناس كيقولوا لي واش اليوتيوب راه كاينين الناس محتاجين. راه ماشي اي واحد عنده الانترنت راه ما محتاجش. راه كاين اللي غير مسلف الانترنت كاين اللي مسكين يعني راه كاين اللي مسكين راه ماشي يقدر يمد يديه في الزنقه. كاين اللي عنده عزه النفس كما كيقولوا ما يقدرش كاع بقاش وصل ليه العظم. كاين اللي غايتسلف من تليفون الجار كاين اللي كل واحد وكيفاش. ايوا دابا نعيطوا للسيده نشوفوها فين هي مسكينه. كاينه ما عندها لا راجل لا والو باينه فيها قضيه قاصحه. سلام كي داير لاباس عليك؟ شي بخير؟ ما تخافيش ما غتبانيش. شكرا ماشي مشكل. لا لا ما تبانيش. اجي بختي ها ها لا لا الدنيا هانيه. انت غندير هذا ونشد لك طاكسي صافي؟ بلاش لا 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 ويلي انت غادي تمي غادا بحال هكا سمحي لي تعطلت عليك عرفتي انت تل قولي لي رقم 5 ولا 6؟ 5 ياك؟ ديال البيبي. ها هي 5 الله يسلمك. لا لا الدنيا هانية اختي. هانتي ياكي هادي باش تشوفي باقا. شكرا الله يعطيك الخير الله يخليك عليك. امين. ها؟ الطاكسي؟ ها؟ صافي خليك هنا ها؟ اي وقف معاك غير تشدي الطاكسي. ما تخملي ما تعذبوش يبقى. لا لا لا. يقولك يقولي هذا هو سهل يا جس قوي ده جس قوي شكرا تزي هاني صحتك حبيب. المهم فتيات السيده الاولى خدات الامانه ديالها مسكينه بقات فيا عرفتي جايه من واحد الطريق طواله وبغينا نشدو لها طاكسي وقف معاها باختيار حتى مشات لهير باش غتشد الطاكسي
اش بغيت نقول لكم بلاتي شي نشوف هنايا دابا غادي نعيط للسيده الثانيه فين هي ايحه عليا اختي واخا عليك هي عرفتي علاش انا عرفتي راه كندور والله الا ما تبانيش ها نعم كوني هانيه كوني هانيه سمحي لي شاليا راك عارفه الله يبارك لك انا نبوس لك راسك والله العظيم راك عارفه اللي كاين اسمحي لي والله والله تما بالعكس سمحي لي سمحي لي والله ماشي شنو هادي بس شوفي شوفي لي كوش عطيش مبقى تقرا رقم 6 هوني مزيان مزيان عندنا صافي الله يدير لي صافي سمحي لي يا اختي بالعكس والله الله يرحمك الغالي الله يحفظك لا لا والله ما تبوسي ويلي لا 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 تندير واحد من هاد السيده خايفه سنه بغيتي الله يجازيك ماشي خاصك البوطه ياك ها بلاتي تسنى انت شوفي دابا مع صاحبك داكشي ديالك صافي تهلا ليا فراسك مزيان عطاها ليا واش نشوف تنشوف كيفاش دايره الخديجه صافي سلام عليك المهم البنات قضينا الغرض مع السيده مسكينه طرا بيني وبينها واحد سوء تفاهم ولكن فيكسينا الامور ايوا هادشي اللي كاين فتيات المهم اش بغيت نقول لكم دابا هابطين عند واحد البنت دابا هابطين عند واحد البنت لتحت باش غادي هنايا في ليساسفا الطريق كله ديال ليساسفا غنهبط دابا باش غادي نعطيها واحد الامانه ديالتها ولكن ما غاداش تجي هي مسكينه عندها دري صغير وما كاينش اللي يقابل لها كاينش اللي يقابل لها الدري راكم عارفين انه تقول هذا غادا تصيفط شي واحد من عائلتها قريب لها كيسكن حداها باش غادي يعطي المساعد مالك مد لي يديك ايوا هادشي اللي كاين فتيات شحال بقى لنا من وحده مينيموم اف اي جيت شي ديس فور فري غيبقاو ثلاثه اللي عطينا السيده دابا سال تقبيل المرأة انا كنبيع الفوق ما عنديش حتى مع محتاجه للمواد الغذائيه ايوا كنبيع انا قبيله ياك اللي حاطه في الراشه الفوق واخا شوفي عرفتي اش غديري شوفي انا كنهضر مع السيده انا نحط لك داكشي حداك صافي واش هاد الفراشه الاولى ولا الثانيه الاولى هادي صافي انا جايه عندك دابا البنات هاد المراه هادي هي مسكينه كانت كنا قبيله كنعطيو للمراه لانه نفس هاد الشارع المراه الاولانيه وجات عندي قالت لي انا بغيت شي حاجه مسكينه دايره في الراشه المهم فتيات على بين ما السيده تجي ما كيجاوبنيش في النمره ما كتجاوبنيش غنعطي لهاد المراه هادي مسكينه اللي غنعطيها الفيديو هاد المراه هادي هنايا المرأة اللي كاينه تما واش هي مسكينه محتاجه عيط عليها دوك ساكن بجوج ومديرين الفراشه انا صافي المهم هاد المرأة هي مسكينه دايره فراشه سالا خاصك مواد غذائيه خذ اختي دعي معانا الله يحفظك السلام عليكم نسيت راسي شوفي انا راه وصلت لليساسفا فين قولي ليه فين كاين هو باش نعرف انا البلاصه اللي غادي واش قريبه ليه دير اخويا بخير لبس عليك واش مزيان ها يا فهير يا سير هازبل ديال المدام ياك يا سلم عليها تهلا لي فراسك الله يعطيك المهم فتيات بقات وحده بقات وحده هي اللي غادي نعطيوها الامانه ديالها هي جايه في الطريق خدينا الغرض الحمد لله مع الناس كاملين و اش بغيت نقول لكم هادشي كنا عرفتي تشهيت شي حاجه بارده عرفتي كنحس براسي الو السلام عليكم السلام صافي مريت بك 50 انا كنتسنى انا راه وصلت انا راه وصلت كاينه بلاصه ها وينهم سلام كيداير بخير سلام كيداير لاباس عليك كلشي مزيان الله يحفظك بارك الله السيده تشاو الله غير كله ها ما تفهمش هي هاد الشيء هذا
صح تبارك الله على الزوج الكريم، جزاك الله خير. شكرا للفتيات اللي تبرعوا، ما بغاونيش نذكر السميه ديالتهم. شكرا لكم بزاف بزاف على المساهمه، جزاكم الله خير الجزاء والله يخلف عليكم. بعض المرات كيوقع لي واحد البلان، كنكون عيطت لشي حد وكتقدر تفلت لي النمره ديالته، كتكون كتفلت لي النمره ديالته لانه كيعيطوا لي بزاف، ما عرفتش شنو هو الحل. خاصني نكتب عليهم السميات، لانه بعض المرات حتى كندير مع شي واحد حتى لغد ليه باش كنصدق عاطيه، لانه كنقول ليه صافي ما بقاش دابا حتى لغد ليه. خاصني نبدا نقيد عليهم السميه لانه كيفلتوا لي السميات. صايبوا اليوم الرفيصه دايرين البحتيات كلشي بخير، صايبوا الرفيصه باغا نحلوا المسائل حلبه. لا ولكن انا ما عارفاش شحال لقيت غطيبي. شوف انا لقيت شتي هادشي كثرت شحال نقصي ديري بزاف يجي حمر. يلا زيد 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 صافي صافي هادشي صافي. وين انت بغيتي تدي ديك العظام يجي مور صافي وديري نقي وديري العدس شحال العدس هذه بلديه مقيه تجي نقيش الزبل نقيه. شوف البنات اللي كياخذوا هنا كتكون في البلديه. وهذا العدس ما قاسين العدس تستغل الضغط تعلم الخير. العدس خذي ديال كندا، كندا كيكون تو منقي. كندا منين جاي من كندا؟ جاي من هاي في الطياره. علاش شنو الفرق؟ لا هما تيقولوا لي عدس كندا تيكون زوين تيكون نقي، اما الاخر خديتي كحل في قوت دابا غير كيسميوه هكاك زعما راه منقي. هذا حتى هو يقولوا لي حلبه ديال السويد. حلبه لا حلبه ديال هذيك الحلبه البلديه فهمت تيقولوا لي حلبه. لا كون عطاها العيش هي حسن العيش تموت كي حسن العيش صافي. كي دايرين لاباس بخير صحيحه؟ انا عطاكم واحد المعلومه على العدس، عماكم تجيو تغسلوا اي حاجه قطنيات واي حاجه غسلوا مهم. يخصو ما تغسلوا ولا ما تغسلوا مزيان؟ شحال مغسله؟ 8 تغسلات. كتضحكين علاش بالضبط 8؟ شديت تفركه بحال تفركه شي حوايج في الفراكه كي هكا. المهم واحد السيده الله يسها طيبه الراجل العدس ما غسلاتوش قتلاتو، هي ما نيتاش باش تقتلو، هي ما فراساش هو في يدو صفاش ما غسلو. غسلو ديك اي حاجه، انا كلشي نغسلو، نغسل الحليب نغسل الزبده نغسل الكارطونه زعما ديال الحليب الفلوس نجيبو نغسلهم راه دايره بزاف كلشي تقيس البواني تغسل يديها نغسل. هي دابا في هذه المرحله راه مزيان بحال هكا، هي بلا هذا الشيء هي بلا هذا المرض هذا الكاس. الله يسمح لي اي واحد شرب منه نغسله عاد نشرب. هذه سي نورمال اللي حكراني فوغي هاكو منك شي ما كتش ولا شي واحد هكا هنايا ما ناكلش. انا هاكو داير عندي واحد التسويس كثير وليني مع القهوة تنبقى نشك بزاف تتجي الماكلة بنينة بزاف. كل ما تشكي كل ما ولكن الشك عاوتاني بزاف لا اوه كيمرض داكشي. شوف الطريقة اللي كديرها ما كتقرطش بداك التقراط ديال سميتو الطريقة ديالتها وتعلموها في التسايات اللي ما علاش بحال هكا حسن بغيتي نخليوها طويلة. لا انا سولتك لا ولي علاش خلاها طويلة. تجي صغيره اللي تتقطع كلشي. وعلاش شنو الفرق ما بين تقطع العادي وهذا؟ المهم تتسهل عليك هذه تتقطع بالموس تتسهل بلي ما تبقى تقطع مروجه نوبة عوجه نوبة مقاده نوبة زعما يجي داكشي متوازي. تيجي مقاد تتعرفي تبقي تابعه هذاك زين. نعاونوا الشعب صحنا نسيت في العرض هاد المسيمنات البنات هادو مسيمنات جاهزين ديرينهم في الفريكو ديرينهم ديجا عند واحد السيده ديرينهم في الفريكو يعني شوف المسمن البنات بلا ما يحتاج يعني بحال بلا ما تحتاجي انا كتبقى كل مره صايبه كدير الفريكو كيبقى مزيان. شفتو المسمنات كي داير واحد السيده عرفتي واعر عندها واحد المسمن خطير مصايبينو دايرين بزاف المسمن وديرينو في الفريك. سكت البصل باش تكرف لا شفت البصله من هنايا وندير بحال هكا دير معاك تما ايوا صافي متقاسمو الشغل عرفت عاود تتهابني نتا ناسي حبساني حبسك شي اللي بقيتي تسيري رميتي شنو رميتي هنا دابا درت قولي لي شنو درتي درت الدجاج ايه ودرت السمن ايه ودرت سميتو البصله ايه
بغيت نزيد عاوتاني نبسط لهنا درت الربيع درت بحال ديال الكسكس وربطو قزبر مع النوس اييه دابا تنقلب في البصل تبارك الله مع هذا تتشحر وطيب مزيان عاد انا زدت الدجاج عاد غندير داك سميتو العدس والحلبه سد عليهم باش يطيبوا مزيان دابا غتحيدي الدجاج عاد باش تردي العدس والحلبه واش تبارك الله عليك لاله الحادكه وها البصله مهوره مع راسها زوينه غزاله عرفتي مجهده ريحتها اه شوفي دابا الدخان تيطلق لنا من هنا ها قلت لك دابا البطاطا الماء عندها كله نحك فيه كيساليش دابا شنو دايره هي البنات اللي كيقول لك سميتو شاريه عندها شي ماء عند اخرين ما بقاش كتبغي تستعملهم هي فهاد البوطه هادي علاش لانها كتحرق دابا البيبات ما كاينش منين يتشراو راكم عارفين كلشي ساد البوطه تايفوت هادشي هادشي دابا اللي واقع تايتحيسالي هاد الحجر الصحي ان شاء الله ديك الساعه باش ناخذ شي بوطه اخرى ديال الطوب ستيكي غا ما كتبغيش تستعملو بحال دابا عاوتاني هاد الكوكوط هادي عندها وحده اخرى هادي كتستعملها مره ماشي ديما ايوا بحال هكا الماعن اللي مزيانين ما كتبغيش لانه هاد البوطه هادي كتخرج يلا مؤخرا ولا عندها هاد المشكله ياك ماما يلا ولا فهاد المشكل ماشي بزاف لانه كنظن انه البيبي واقيلا مهرسه هادي خصوصا هادي كل مولو فيهم الديفو ايه ايوا قلت لك لا خلي داك الماعن قبل ما تستعمليه وخليهم حتى لا الحبوب كي ولا الوجه سبحان الله العظيم قلنا كل شيء مواجه وجهي عندي مشكل مع الحلاوه قال لك داك الدكتور هاشم قال لك بيموت كثر من مخدر حنا نوعتي الطبله ولا الطبله كاينه بصح دابا كاين اللي تيحكروا التمر قال لك ولاو تيديروا غير الحفلات والتزيين مهم التمر زوين كيخليك كيعطيك الطاقه المهم البنات هادشي اللي قلت لكم هادشي اللي كاين ان شاء الله راه كيف قلت لها واعدتها البوطا من عندي انايا يلا مؤخرا كان بابا ناوي يبدل البوطا ولكن انا قلت لك خلي لي انايا هديه الغاليه ان شاء الله انا بشتري لها بوطا دابا خصنا نسكيو هاد الفيسا صافي واش درتي باكي جات لا 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 مزيان لك ترتي البلول ما عندي ما يتسال ولا بدا اجي بعدا غسلتي القصريه ها غسلت تبارك الله عليك الحادكه الله يبارك زين والحداقه هادي ما نقول الله يحفظك ليا قين ديما تيكلو بسم الله على بركه الله لا تحشمنا شي ديما طيبك واعره ان شاء الله نضمن تخيبره وحدك ولا شنو واعره واعره نشوف هاد الفيسه كي غتجي ان شاء الله جا بعدا وافي جا سبحان الله انت مولات المسمن تبارك الله على الصراحه وليني قالك نتسكي سي زيدي قالك بركه كيجي واعر قد ما قد ما تسكى كيجي واعر اه بصح يا غيزه زيدي اشينا بشويه سيدي يا اسي طب بغينا نزيدو البلو ومن الاحسن يعني انا وبختيار ماما شي عزيز على كلشي اغلبيه كنشوفو عزيز عليه في خوده قلت لها اقترحت عليها قلت لها بلا ما تجي ديري الدجاجه كامله درنا 12 في خد ايوا حقكم في الجنه فتيات هيا غنديرها لكم دست صافي دير راحتك يجي كل واحد يجي الباي ديالو شو كي دارت البنات لا لا بحال هكا احسن شفتو البنات كي دارت الفخوده دارتهم الوسط صراحه كتشهي عرفتي البنات الله يسمح لينا منهم وصافي حكي اللي حابله كون في الجنه ان شاء الله نوضو تشوفو قادو وصايبو ليكم شي قطريه كي ضحكوا لي البنات بعد المرات كيشوفوا شي حاجه كنصايبها كتبغي انا نضيفها وكيصوروا لي في الانستغرام كيقولوا لي انا دابا ما تشدرتي فيا الحداقه ما دابا كنصايب تينك تويت شي كيلو قال لي فيها 20 كيلو ثقيله اه ثقيله العيسان هذا ديال ماما اه قال لي فيها 20 كيلو